للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، آلاف البولنديين ينزلون إلى شوارع العاصمة وارسو وغيرها من مدن البلاد للتنديد بالحكومة المحافظة التي اتهموها بالسعي لتقويض الديمقراطية وانتهاك الدستور من خلال تعيين خمسة من قضاة المحكمة الدستورية المؤلفة من 15 قاضيا في خطوة اعتبرتها المعارضة غير قانونية. إن الهجوم على المحكمة الدستورية بحجة الإصلاح قد يؤدي إلى غياب حماية للديمقراطية. بولندا ستكون في خطر ديكتاتورية الأغلبية، وهي الطريقة الأبسط للديكتاتورية، هكذا يقول أحد منظمي الاحتجاجات. وينفي حزب القانون والعدالة الذي يقوده رئيس الوزراء السابق ياروسلاف كاتشينسكي الاتهامات، مؤكدا أن التعيينات الأخيرة تهدف إلى إعادة التوازن إلى هيئة المحكمة.